المفوضية محتاجة لكل الجهات الساندة في عملها في أكثر الأوقات. يعني مثلاً نحن محتاجين إلى مثلاً هسه حالياً إحنا عندنا اللجنة الأمنية العليا تضع الخطط الأمنية بالتعاون مع المفوضية، واليوم أصدرت بعض البيانات اللي مهمة اللي هي عدم وجود منع تجوال أو قطع الطرق، بالإضافة ما رح يكون منع تجوال بيوم حسب اليوم القرارات اللي اتخذت من خلية الإعلام الأمني أو اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بأنه ماكو منع تجوال، لأنه أكو ناس كثيرة بأنه مراكز الاقتراع مالتهم بعيدة من سكنهم، فممكن هذا راح يفتح لهم المجال أو يفسح لهم المجال بالوصول إلى مراكز الاقتراع الخاصة بهم، بالإضافة إلى جهات ساندة أخرى مثلا الجهات الإعلامية الحكومية، بالإضافة إلى جهات أخرى. احنا بالمفوضية عندنا ورش تدريبية وورش تثقيفية في جميع الوزارات نثقف فيها الموظفين وكذلك الموجودين في هذه الدوائر على آلية الانتخاب، على جميع الأمور اللي تخص بطاقة الناخب البيومترية، وكذلك شرح قانون الانتخابات الأخير اللي راح يعتمد في هذه الانتخابات إن شاء الله. تعقيبا على كلام الدكتور، أنه مجلس المفوضين اللي موجود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حاليا هو في انتخابات مجالس المحافظات هو المجلس الذي سيصادق على نتائج الانتخابات، عكس انتخابات مجلس النواب العراقي. انتخابات مجلس النواب العراقي تحتاج إلى مصادقة المحكمة الاتحادية، فلذلك وجود مجلس المفوضين في الوقت الحالي ضروري جدا جدا. المفوضية تستمد قوتها من مجلس المفوضين ودوائرها كذلك، بالإضافة إلى الإدارة الانتخابية اللي موجودة ومكاتب الانتخابات مثل ما تفضل الدكتور. الكل تعمل كخلية نحل في هذه الفترة، إحنا باقينا حوالي 10 أيام أو أقل من 10 أيام على التصويت الخاص، وماشيين بإجراءاتنا وجاهزين إن شاء الله. طيب هذه خلية